اوكي الحين خلصنا المرحلة هذه، المرحلة الأولى، انفكت لنا مرحلة جديدة وفكت لنا مهمة اختيارية، ويمدينا نروح ستارتنج بوينت في علامة تعجب، معناته في شيء يمدينا نسويه. اوكي خلنا نروح الهات نشوف ايش فيه. يمدينا نغير شكلنا. اوكي هذه معلومات جديدة. يمديني اغير الجارديان سبيريت اللي موجود في البيت، يمديني احط القرد. اوكي الشراين يمدينا نلفل، هذا الشيء الكويس. دقيقة قبل ما نلفل خلينا نشوف الاشياء اللي عندنا. هل في اوداشي جديد؟ لا والله ما في، بس في فيست جديدة اقوى من اللي معايا. هذا يتطلب كونستيتيوشن 7. اوكي بعلي الكونستيتيوشن بوصله 7. حلو نايس. اوه لفلنا في الشيفتلينج، هذه حقت قوة اليوكاي. عاد من البداية عندك كذا واحدة يمديك تسويها، افضل واحدة اللي هي الوقت قد ايش يقعد. extend the duration of yokai shift by 7%، هذه كويسة 7%، عندنا نزود الوقت. هذه كويسة. أميريتا ميموري. هذه زي التوتوريال. اوكي. التايتل لسه ما فكناها. تريننج لسه ما فك. طيب التوري جيت هذه اوكي، يمدينا نلعب اونلاين. الدوجو في تدريبات جديده. هذه مو سويناها التدريبات. يا هذه كلها سويتها، بس اضافوا لي اشياء جديدة. طيب قبل ما نروح المهمة الرئيسية لما نروح نسوي المهمة الجانبية السبميشن، خلينا نشوف اليوكاي كلها جبناها. اوه جبنا 5 من 7 يوكاي، في ثنتين ما جبتهم، في ثنتين فاتتني. اوكي خلونا نسوي السايد ميشن هذه. اوكي هذه نعرفها. さっさと霊石を集めて早めに引き上げよう。
حول ذا اللي فيني. خلصت الأسهم اللي عندي. اوكي جبنا أسهم. نايس. ما اخذت الايتم اللي هنا. ودا شيء حلو. فينو؟ شكله لحقني. اه نو. في سكيل بعدين مرة رهيب، كل ما اسوي بيري زي قبل شوية يهيئني. طب خلينا نشوف الاوداشي اللي جبناه. ليفل 4 هذا ليفل 8، لا اللي معاي احسن. كيف اطلع فوق؟ حلو لبنا بالوداشي. حلوة ذي الحركة، كل ما السلاح اللي تلعب فيه كثير يتلفل معاك. اوكي ما حد جاب العيد. اقدر اسمع صوت سماعة اليد؟ ياه ما اعرف كيف اوطي الصوت حقها. اوكي اوداشي ايش نلفل؟ المشكلة كلها دي لازم اخلص مهمات عشان افتحها. هذي كيف نسويها؟ ال1 هذي زي البيري. اوكي بس لازم اكون في الميد ستانس، انا بالعادة العب في الهاي ستانس. يا خلينا نشتري هذي. في كودوما. انا ضيعت.
اوكي يمدينا نلفل نعلي السترينث. انا يبغالي مبدئيا اوصلهم كلهم 10 عشان اقدر اشيل اغلب الاشياء هذه. كمان كويسة الهارت كويس. حجيني ساموراي سكيل. بعلي الهارت. يس اوكي خلينا نشوف ايش الساموراي سكيل اللي جبناها. Change to another stance. لا هذه ما ابغاها، هذه بتورطني. Increase bow damage. هذا لسه ما يمدينا. احس في اشياء مفوتها. اوه رسبنا. في بسة ولا كدومة؟ في صوت. هنا ال هنا البوس. خليني اكمل استكشاف. هذا صوت البس. يعني ايش معنى قبل شوي قتلني؟ هذا هو البس. اوكي ما اخذته. أنا كنت هنا في البداية؟ لا والله ما جيت. عليه مشية غريبة هنا. ما في كدومة هنا. يا الله.
أو في منطقة هناك. بغيت أموت. هنا في صفحة يا شباب لازم 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 تنتبهوا لها، تو جت في بالي. هنا سكيل كاستمايزيشن، لما تفك مهارات السلاح ولا حاجة بعدين تجي هنا سكيل كاستمايزيشن، يمديك تتعلم تشوف الضربات ايش تسوي. يعني هذه عندك يونيفرسال، هذه كل شيء، ويشرح لك بالضبط اذا العدو خلص الاستامنة حقه، هذا اذا انت بتضرب من ورا، اذا العدو طايح في الارض، هذه مثلا اذا انت شايل السيف هاي ستانس اللي هي R1 مثلث، في ضربات مدينا نجيبها ادى انت في كومبو، اذا سويت في اخر الكومبو حقك مثلث يسوي الضربة الفلانية، اذا ضغطت مربع يسوي الضربة الفلانية، اذا علقت R1 دائرة يسوي ضربة. فمديك بعدين بعد ما تجيب السكلات يمديك تحطهم، لانه في امكانية انه مثلا ادى انت في كومبو مثلث مثلا يمديك تحط سكيلين، بس انت لازم تختار واحدة. يمديك هنا تزبط بلدك زي ما تبغى، هنا مثلا الميد ستانس وهنا اللو ستانس، هذا طبعا على كل الاسلحة. هذا الحين على السورد، انا ما بالسورد، انا بالاوداشي. اوكي، فشوف مثلا الاوداشي عندي at the end of the combo اذا ضغطت مثلث وانا في الهاي ستانس بيسوي ذي الضربة زي في الفيديو. يمدينا اغيرها مثلا في ضربة ثانية، يعني يمدينا اختار ما بين ذي او ذي. ووكينج ويند، خلينا نشوفها كيف. هذه يضرب ضربتين، هنا ما عندي الا ضربة واحدة، هذه اللي علقت على R1 دائرة. اهو شوف مثلا في اللو ستانس اذا ضغطت مثلث في اخر الكومبو اسوي الضربة دي اللي قبل شوية. بس اذا انا بالهاي ستانس يسوي الضربة هذه، فعلى حسب الستانس حقك وعلى حسب انت سكيلات اللي تحطها. دقيقة رضيعت الطريق. يا اللي مكتوب عليها الريماستر، ريماستر كومبليت اديشن. في كدوما اسمع صوته. هذا هو. اوكي خلاص نروح نخلص المرحلة. ايش في هنا؟ هذا مكان ما ذبحته. Yeah.
نايس. ما حد انجلد. اوكي نرجع. اوكي جبنا هذه، هذه اقوى من اللي معايا. فخلينا نسوي لها بروفايت. يمدينا نسوي كومبير ولا؟ اوكي هذه ليفل واحد، واللي انا بحطها ليفل 13 واقوى منها. هنا يا هذه ليفل واحد، هذه ليفل 19. بس هذه فيها ميزه، ليفل واحد فيها لك بلس 4، ادمج الوحوش. صح فكره حلوه. كيف ادمجهم؟ عندي الخاصية أصلا الحين ولا لسه؟ The ability to manage souls. أوكي من هنا. يا يمكن soul fusion. أوكي يمكن نحط هذه. هذه ليفل 13. شكرا. العكس العكس، يبالي احط ليفل 13 اول بعدين ليفل 1. ما يمديني ما يمديني ادمج من ليفل عالي ليفل قليل، او ممكن لاني حاطها. دقيقه انا كويب، كيف اشيلها؟ ريموف فروم اول جاردن سبيريت. اوكي يس. اوكي فكيتها. خلينا نحط ليفل 13. ايوه ليفل 1. الشكل النهائي نفس الشيء، بس لو دمجت 1 مع 13 راح تجيني خاصية اللايف درين. والله لا والله نفس الشيء، ما فرقت يا شباب. زاد الرانك حقها، يزيد الرانك. هذه شغلة كمان يبالها جلسة دي. أظن إذا زاد الرانك ممكن هي تقوى، ما أدري. فعنديك تدمج الكورز مع بعض. شوف الميزة اللي تتنقل. ما في ميزة اتنقلت، ما في ميزة جاتني. هي قوية شوية بس ما في الرانك يقوي الوحش. طيب خلاص نقوي هذه ليفل 13 احسن لي. اوكي خلينا نركبها. حلو ويمدينا الليفل. نايس نايس. هنا اليوكاي حقي وينه؟ هذه جارديان. اليوكاي اللي عندي يوكاي ابيليتي دامج
15% زيادة بس تتطلب اني الفل اظن النينجيتسو والماجيك 10 12. خليني متأكد، يعني يبغوني الفل هذي 10 وهذي اوصلها 12، يبغالي ابدا الفلهم. هاي يبغالي اعكسها، نجرب المرة الجاية مو مشكلة. راح تجيني كور كثير يا رجل. اوكي خلينا نبدا الليفل هذا. الدكسل بنوصل 10 والماجيك 12. خلينا نشوف ايش جاتنا ايتمات جديدة. هل في اوداشي جديد؟ أقوى من اللي معايا؟ أوه هذا أقوى. أوكي بحطها هذه، هذه كويسة. هذا ليفل واحد. لا اللي معايا ممتازة. اوكي كذا وضعنا تمام. الحين ايش بقي لنا؟ يمكن نروح نسوي المهمة الجاية.